بعد ردها دعاوى حل البرلمان، المحكمة الاتحادية تدعو القوى السياسية إلى الالتزام ببنود الدستور. مسيرة الأربعين تجد الخطى صوب كربلاء المقدسة لإحياء الزيارة، وطريق الزائرين يكتظ بالمواكب والهيئات الحسينية. المحاصيل المستوردة تغزو الأسواق وتضرب أطناب المحلي، وجفاف الأراضي يهدد الزراعة في بلاد السواد. بداية المرصد الخبري من قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت بيانا شديد اللهجة بعد ردها دعوى حل مجلس النواب. ورأت المحكمة في بيانها أن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء، وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصا إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونيا بقوت الشعب، يعد انتهاكا لأحكام الدستور وخرقا للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات. وشددت أنه يجب على جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة. وأوضحت أن الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا يحسم بفرض الرأي الآخر، بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة. هذا وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى حل مجلس النواب. ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، وعليهم كذلك العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله، وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. وقالت المحكمة الاتحادية إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، وأكدت أنه لا يوجد أو لا يجوز أيضا لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين. واعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. وبينت أن دستور جمهورية العراق قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه. وأوضحت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور العراقي والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليست من ضمنها حل البرلمان. واختتم البيان بأن دستور العراق لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. لا يمكن إخراج البلاد من الأزمة السياسية ما دام التمادي على الدستور مستمر، هكذا يرى مراقبون المشهد، حيث دعوا القوى السياسية الفاعلة إلى تغليب لغة العقل في الحوار والبحث عن حلول عقلانية وقانونية. أحمد الزيدي. لا حلول للأزمة السياسية الحالية إلا بتوفر الإرادات الحقيقية للحل والجلوس حول طاولة الحوار بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية ووضع مصلحة البلاد فوق كل شيء، فاستمرار العناد والتشبث بالمواقف لن يزيد الوضع إلا تعقيدا، لا سيما وأن العراق يقف على أبواب دوامة من الأزمات التي تنهك المواطن المثقل بالأساس من تردي أوضاعه الاقتصادية والخدمية والأمنية، وهو ما يحمل القوى السياسية مسؤولية إيجاد مخارج للأزمة. تعطيل مؤسسات الدولة ليس صحيحا،
والحديث من خلال يعني الإعلام والوسائل الأخرى هذا لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة، إنما الجلوس على الطاولة والحوار والتفاهم ووضع خارطة الطريق وخطط مستقبلية من أجل الخروج من هذا الانسداد السياسي والتطلع إلى بناء مؤسسات دولة رصينة قادرة فعلا على أن تخلق حكومة قوية، حكومة خدمات قوية. أهمية الشراكة الوطنية في صناعة القرار العراقي حتى من القوى غير المشتركة في الحكومة هي الثقافة التي يمكن أن تخرج البلاد بما تمر به بحسب مراقبين، مع ضرورة احترام المؤسسات الدستورية لتحقيق الإصلاح الحقيقي عبر الطرق القانونية وفقا للدستور، فإبقاء حالة الانسداد والركود السياسي لن يولد إلا مزيدا من الأزمات. الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة هي التفاوض والحوارات الهادئة تحت مظلة يعني سقف الدستور والآليات الدستورية والقانونية. هذه يعني المهام تقع على عاتق الكتل السياسية، وبالتالي أي جهود يعني تبذل بهذا الاتجاه يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار استحقاق المكونات يعني السياسية، وأيضا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ما يحدث اليوم من أزمة. فيما ينتظر المواطن من القوى السياسية أن تعي صعوبة المرحلة وخطورة عدم إيجاد مخارج لها، وبالتالي فإن ما ينتظره هو حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتلبي الطموحات بتقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي والأمني. وبطبيعة الحال فإن مصالح البلاد والجميع تقف على مدى لجوء القوى السياسية إلى الحوار والتهدئة، ومن دونهما فإن الأزمة مرشحة للتفاقم لتهدد السلم الأهلي. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هنسبلاس خارت أهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والضامن لأمن العراق وشعبه. وتباحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في العراق وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد والجهود المبذولة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي في البلاد. وأكد اللقاء على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية والضامن لأمن العراق واستقرار الساحة المحلية وبما يلبي مطالب المواطنين وطموحاتهم في حياة آمنة وكريمة. إلى ذلك بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف تعزيز العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد. وشدد الطرفان في اللقاء على أهمية الحوار لحل لكل الإشكالات وتقريب وجهات النظر، مؤكدين على ضرورة أن تسهم جميع الأطراف السياسية بإيجاد حل لتداعي ما تشهده العملية السياسية من انسداد وعدم اللجوء للعنف الذي يذهب ضحيته أبناء هذا البلد. من جانبه أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي على وجوب التوصل إلى حلول سريعة لحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الخدمية المقبلة، حيث بيّن السورجي أنه لا يوجد أي مانع من عقد جلسة البرلمان، مضيفا أنه من غير الممكن إبقاء البلاد على هذا الوضع، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة. هذا وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف أنه لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة في العراق شريطة تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، حيث أعربت ليف عن قلق بلادها على العلاقات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية. وقدم بارزاني إيجازا عن الوضع السياسي في العراق والأسباب المؤدية إلى الانسداد الحاصل، مبينا أن حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد تكون ضمن إطار الدستور، موضحا أيضا أن أي اتفاق يحصل في هذا الإطار يجب أن يكون على هذا الأساس.
يواصل المؤمنون زحفهم من مختلف محافظات الوسط والجنوب ومن خارج البلاد صوب كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث شهدت الطرق الرئيسة في المحافظات الوسطى والجنوبية المؤدية إلى كربلاء المقدسة زخما بشريا كبيرا مع اقتراب موعد زيارة الأربعين وسط إجراءات خدمية وصحية وأمنية مشددة، فيما استنفرت الهيئات والمواكب الحسينية كل إمكانياتها لاستقبال الزائرين الوافدين لإحياء مراسيم الأربعين. هذا وشهدت محافظة كربلاء المقدسة وصول أعداد كبيرة من الزائرين ومن مختلف الجنسيات والأطياف والأعراق للمشاركة في إحياء الزيارة، مؤكدين التمسك بصدق الولاء والإيمان بالرسالة المحمدية الحقة وبمبادئ النهضة الحسينية. أسود الثوب شاهد ربي ودم المنحار موكب الحب سار من قلبي يا الحبيب نقصد حسين حسين. أكد الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني بشير النجفي أن المرجعية الدينية تحث المؤمنين الذين وفقهم الله لهذه الزيارة الشريفة أن يكونوا أسوة وقدوة للناس بأفعالهم والاهتمام بمراعاة تعاليم أهل البيت عليهم السلام. وأشار النجفي أن السير نحو الإمام الحسين عليه السلام لإحياء الأربعينية هو من الشعائر التي تترجم بشكلها ومضمونها عمق الولاء للحقيقة المحمدية المقدسة. أولا نتشرف بالمشاركة كعنوان وكأفراد، ثانيا بالحقيقة نوصل وصايا سماحة المرجع اللي هي روح وقضية سيد الشهداء أن الحسين خرج لأجل الدين، بالتالي أول شيء نسويه أنه نخرج زيارة الحسين زيارة الأربعين طاعة قربة إلى الله تعالى، هاي واحدة. اثنين نذكر أنفسنا بأن الحسين سلام الله عليه هو بالحقيقة خرج لإصلاحنا، بالتالي هذا الطريق فرصة للإصلاح، أن ما ألتهي بيمين يسار كلام زايد كلام ناقص، ألتهي بعزاء، ألتهي بصلاتي بدعاء بمجلسي ببكائي بمشي بعلاقتي وتوجه الحسين. هذا وأشاد الشيخ النجفي بدور قناة الفرات الفضائية وكوادرها بمواكبة المسيرة المليونية الخالدة في كل عام ونقل تفاصيلها إلى العالم، وذلك عبر 10 مواقع في آن واحد. إعلام له دور كبير ومهم وفاعل وأساسي، وخصوصا الإعلام الشريف النزيه، وأنا بالنسبة لي أشهد أن قناة الفرات من القنوات السباقة مسجد الشهداء بيني وبين في خدمة الحسين وتغطية عزاء الحسين وذكر الحسين في مجموعة الظروف. يعني أنا أشوفكم أشوف الشباب والأخوة الكوادر النقل الشاشات التوزيع وين الله يقدركم، 10 شاشات 16 شاشة الله يقدركم إن شاء الله على المزيد، ويوفق كل القنوات الإعلامية والوسائل الإعلامية المخلصة التي تريد أن تنشر وتوصل مصاب الحسين ونقل الحسين والحسين وزوار الحسين للعالم. أعلنت هيئة الحشد الشعبي البدء بتنفيذ خطة زيارة الأربعين في 4 محافظات، وذكر قائد عمليات الفرات الأوسط بالحشد الشعبي اللواء علي الحمداني أن الألوية المنضوية تحت إمرة القيادة بدأت بتنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين في محافظات الفرات الأوسط وهي الديوانية والنجف الأشرف وبابل وكربلاء المقدسة. وإلى الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، حيث شدد وزير الدفاع جمعة عناد خلال زيارته محافظة كربلاء المقدسة على جميع القطاعات العسكرية تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الحماية للزائرين بشكل صحيح، مؤكدا على أهمية تأمين الزيارة الأربعينية ومجابهة أي تهديد في هذه الفترة من قبل داعش الإرهابي. من جانبه شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي على ضرورة توفير الأمن والخدمات للزائرين بما يضمن انسيابية عالية في تفويجهم نحو مدينة كربلاء المقدسة. من جهته أكد محافظ كربلاء المقدسة مصيف جاسم الخطابي
أن قيادة العمليات وشرطة كربلاء والحشد الشعبي مستمرون بتطبيق الخطة الأمنية، متوقعا مشاركة أكثر من 20 مليون زائر خلال الزيارة الأربعينية. بدوره سجل مطار النجف الأشرف أعلى معدل ملاحة جوية منذ تأسيسه، حيث أكدت إدارة المطار أنه خلال ساعة واحدة فقط هبطت 32 طائرة إيرانية بالمطار، أي بمعدل طائرة كل دقيقة و53 ثانية. هذا وقررت مديرية التربية في محافظة النجف الأشرف تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية اعتبارا من يوم 10 من أيلول الجاري ولغاية 18 من الشهر ذاته. أكد مدير أمن أفراد قيادة شرطة كربلاء المقدسة العميد خضير الصافي خلال جولة ألو شؤون أن القوات الأمنية بكافة صنوفها تبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح زيارة الأربعين لحماية الأمن والاستقرار في المحافظة، وأشار أنه تم التركيز على السيطرات الخارجية من خلال التفتيش الدقيق للقادمين إلى المحافظة واستخدام أجهزة السونار. بعينكم يعني وشفتوا دور القوات الامنيه في محافظه كربلاء والجهد اللي تبذله قياده شرطه كربلاء والاجهزه الامنيه الاخرى، سواء مفارزنا بالشؤون الداخليه وكذلك قياده شرطه كربلاء، بالاضافه الى تواجد مفارز من الجنسيه والكينان والمتفجرات والاجهزه الامنيه الاخرى اللي ضمن المحافظه على مدار الساعه. على مدار الساعه حقيقه يعني رغم توجيهاتنا انه لهم بضروره احترام الزائرين، تفتيش الدقيق، الجانب الامني والجانب الخدمي ضمن السيطرات الرئيسيه للمحافظه باعتبارها هي صمام الامان الى المحافظه، لاحظتوا التفتيش الدقيق للسيطرات، بذل جهد كبير بخصوص تفتيش الاشخاص بالعجلات، تفتيش المواكب الداخله الى محافظه كربلاء، تفتيش هوياتهم. شهد منفذا زرباطية في محافظة واسط والمنذرية في محافظة ديالى تدفق حشود الزائرين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هيئة المنافذ الحدودية أعلنت استنفار كوادرها في المنافذ المشمولة بدخول الزائرين القاصدين العتبات المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مشيرة إلى مضاعفة مكاتب الجوازات بالمنافذ إلى جانب الفرق الطبية والصحية وسط تعاون مشترك مع المواكب الحسينية الخدمية ومنظمات المجتمع المدني لغرض خدمة الزائرين. وذكر الناطق الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي أن هناك انسيابية عالية في دخول الزائرين بالمنافذ ودون توقف، وهناك تصاعد بأعداد الزائرين مع قرب بلوغ الزيارة ذروتها. من جانبها أعلنت الحكومة الإيرانية عن عدد الزوار الإيرانيين الداخلين إلى العراق بمناسبة الزيارة الأربعينية، وقال قائم مقام مدينة خرمشهار بمحافظة خوزستان أن عدد الزائرين الإيرانيين الذين دخلوا إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية بلغ أكثر من 3 ملايين زائر للمشاركة في الزيارة الأربعينية، متوقعا زيادة العدد إلى أكثر من 8 ملايين زائر خلال الأيام المقبلة، لافتا أنه تم إرسال 800 شاحنة تحمل معدات خاصة بمواكب الأربعين الحسيني إلى كربلاء المقدسة، وذلك عبر منفذ الشلامجة الحدودية الدولي من أجل تقديم الخدمات للزائرين.
إلى ذلك أعلنت بلدية مشهد المقدسة إرسال كوادرها إلى كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات إلى زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقال رئيس البلدية سولت مرتضاي إنه تم إرسال ممثلين عن البلدية إلى العراق من أجل تقديم الخدمات للزائرين في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، وأشار أن إفادهم يأتي بالنظر إلى الاتفاقات التي جرت مع مسؤولي العتبات العلوية والحسينية والعباسية المقدسة في هاتين المدينتين. وأضاف أنه وفق الخطة المعدة سينجز كوادر البلدية عمليات التنظيف في المدن المقدسة والطرق الواصلة بين هاتين المدينتين المقدستين. شهدت منطقة ما بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة إقامة المعرض الدولي للمجسمات لتوثيق ثورة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، فضلا عن توثيق حياة وسيرة أهل البيت عليهم السلام والحوادث الأليمة التي مرت بهم، وفي مقدمتها واقعة الطف الأليمة. حمد التميمي. بزغ فجر الحق في ثورة الإمام الحسين عليه السلام عندما قام يرتل كلمة الحق والإنسانية والعدالة والمساواة والتي تحمل العديد من الأبعاد والجوانب التي تركت أعمق الآثار في حياة الأمة الإسلامية على مر التاريخ. لذا ارتأت العتبة الحسينية المقدسة بإقامة معرض المجسمات الدولي الرابع لواقعة الطف الأليمة والذي يجسد تلك الأحداث بكل لغات العالم. تم إنشاء وافتتاح هذا المعرض بعنوان معرض المجسمات الدولي الرابع لواقعة الطف الأليمة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، وذلك لنقل كل الحوادث وبطريقة المجسمات وبطريقة التأثير اللوني لكل حادثة على انفراد، حيث كما تشاهد بأن المعرض يبتدئ من العالم والأنبياء بالتسلسل، وكل واقعة هي مرتبطة بالإمام المهدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقام هذا المعرض الرابع السنوي الرابع فيما بين الحرمين، حيث يجسد واقعة الطف، وقبل هذا علاقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالأنبياء أجمع، يعني العلاقة المشتركة بين الإمام المهدي من آدم وإلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. المعرض يمثل تجسيدا لواقعة الطف الأليمة وسرد للأحداث والجذور التاريخية لثورة الإمام الحسين عليه السلام والأحداث التي مرت بها الأمة الإسلامية، إضافة إلى أحداث واقعة الطف التي تقابل بها معسكر الحق المتمثل بمعسكر الإمام الحسين عليه السلام مقابل معسكر الباطل الذي ضم جيش بني أمية. هذه تعظيم الشعائر اللي لاحظت أني يجسد واقعة الطف بصورة جيدة، ينطي انطباع على مو بس محافظة كربلاء، على المذهب بأكمله بأن أكو فد اهتمام، أكو فد رعاية الخاصة للجيل اللي أو الشباب اللي بعده بالنشأة مالته الأولى. يعني الحمد لله والشكر، يعني فد معرض كلش قيم تعبين عليه. واقعة الطف ما هي تختص بينا احنا بس، تختص بكل العالم من كل الفئات. على هذا الأساس أي شخص من أي ناحية من العالم ينظر إليها لهذه المجسمات تتجسد واقعة الطف في ذهنه، ما تختص بأي شخص وأي فئل وأي ملة وأي دولة. لهذا المجسمات ظل ثابتة بذهنية جميع الأشخاص من جميع الفئات ومن جميع الدول. افتتاح هذا المعرض يحاكي السرد التاريخي منذ سنة 60 للهجرة إلى يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم الأحداث التي جرت على سبايا أهل البيت عليهم السلام طيلة 40 يوما. من كربلاء المقدسة، محمد التميمي، الفرات. على الرغم من إعلان وزارة الزراعة بين الحين والآخر الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الزراعية، إلا أن المستورد ما زال يسيطر على السوق المحلية. مواطنون أكدوا أن أغلب المحاصيل الزراعية في السوق المحلية
تأتي من دول الجوار في وقت يحقق العراق الاكتفاء الذاتي بعدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم والخيار وبعض من الفواكه، لا سيما تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من المنتجات الحيوانية كبيض المائدة. إلى ذلك أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أن وزارة التجارة قصرت في ملف البطاقة التموينية برغم تخصيص 8 تريليونات دينار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي للنهوض بواقع الحصة التموينية. وقال عضو اللجنة كاظم موسى الفياض إن اللجنة منذ تخصيص هذه المبالغ وإلى الآن لم تراقب عمل الوزارة وما زالت تتساءل عن مصير هذه المبالغ التي خصصت لها لدعم البطاقة التموينية، في حين أن التقصير ما يزال مستمرا حتى الآن. وأضاف الفياض أن اللجنة لم تستطع الاجتماع طوال المدة الماضية لمراقبة آليات صرف هذه الأموال المخصصة ضمن القانون، موضحا أن أعضاء اللجنة كانوا يخططون لمراقبة الأموال منذ تسلمها من قبل وزارة أي الوزارة ولحين وصولها كمواد غذائية إلى المواطنين، إلا أن الاضطراب السياسي في البلاد حال دون ذلك. العراق صاحب السلة الغذائية الأكبر، يأكل من إناء غيره بعد أن غطت الخضروات المستوردة السوق، وأصبح الفلاح يساق إلى خسارة بشكل دائم حتى منع من الزراعة، وكأن أرض السواد هذه أصبحت واديا غير ذي زرع. صباح حكيم. من الغريب وأنت تسير بأسواق بلد عرف بالزراعة حتى سمي أرض السواد، وتجد أغلب المحاصيل الزراعية تم استيرادها من الخارج وسط إهمال كبير للمحاصيل المحلية، مع الأضرار التي تعرضت لها الأراضي الزراعية بسبب الجفاف وقلة دعم الفلاح والذي هجر أرضه ومهنته وذهب للبحث عن عمل آخر، حتى بات العراق يستورد الفواكه والخضروات من دول الجوار وأقاصي الأرض أيضا. هسه المحاصيل كلها مستورده، ما عندنا شيء اخي، بينما احنا احسن بلد عندنا المي وعندنا الانهار، يعني عيبنا يعني مثل ما نقول حتى نستحي نقول هذا كله مستورد. ما بنسافر يقول ايش عندكم خضره، نقول والله ما عندنا غير الخضره هاي الرشاد، وهاي يمكن تمرنا والتين يمكن مالتنا، هاي ينزل له يمكن اسبوعين ثلاثه ويختفي. والله لان المنتج العراقي ماكو هسه، لان قليل مي ماكو، واستيراد كله مفتوح استيراد، لان الفلاح العراقي ما راح يزرع، لان بضاعه كلش يعني رخيصه مالته، فما يزرع، تبقى على الاستيراد. الاستيراد يجيبونه كله نظيف ومرتب واسعاره يعني مو كلش غاليه رخيصه. منذ سنوات اصبح من المعتاد ان ترى في محلات البقاله والخضروات والفواكه قطعا كتب عليها البلدان التي جاءت منها هذه المحاصيل، رغم أن المحصول الزراعي العراقي يعرف بجودته، إلا أنه تراجع منذ سنوات بسبب قلة المياه وتضرر الأراضي وعدم توفر الأسمدة وصعوبة حصول الفلاح على المكائن والمعدات التي تسهل له زراعة أرضه وحصد المنتوج. المحل ما قاعد يجينا، كل شهرين ثلاثة تجينا بضاعة واحدة وأسعارها أغلى من المستورد، فهذا السبب بنجيب المنتوج العراقي دائما، يعني نجيب المستورد شوي عليه سحب شكله حلو ماشي بالسوق. وتغرق الأسواق المحلية بمحاصيل زراعية مستوردة دون خطط حكومية لإنعاش الواقع الزراعي، في ظل منافسة كبيرة تتعرض لها المحاصيل العراقية التي تتسم بارتفاع كلف إنتاجها مقارنة بدول أخرى، فضلا عن انخفاض الإنتاج في وحدة المساحة المزروعة. ظروف عدة أدت إلى خفض الإنتاج المحلي العراقي من المحاصيل الزراعية والاعتماد بصورة كبيرة على المستورد، وأهمها هجرة الفلاحين لأراضيهم لعدم توفر المياه وضعف الدعم الحكومي لهم. صباح حكيم الفرات، بغداد. ختام المرصد، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.